سالكه ايه؟ لقيت حاجه تستاهل يا عبده. لسه بدري عليا يا حاج عشان افهم في الكارد. بص للحاجه واعرف مين محتاجها على طول هتعرف قيمتها. كشري ايه بس يا بطل العوايد بتاع زمان دي، انت دلوقتي حاجه تانية. من فتره دي متاه يالا. هقعد على القهوه. قهوه ايه يالا؟ هي القهوه بتفتح للصبح، انت لازم تنام وتستريح عشان تعرف تشتغل بكره. يعني تصرف نص ماهيتك على الشاي والسجاير. غصب عني يا حاج، كيف غلاه؟ كيف ايه وهباب ايه؟ يالا انت اولى بالفلوس دي، وان ما كنتش انت مراتك وولادك. ما تجيب لك شيشه خصوصي هنا وانا ابقى اعمل المطلوب، واللي بتدفعه للقهوه يعني انا اخد اقل منه شويه. لما يبقى ده كارك ساعتها اقول لك ماشي، لكن غيرك له كارك وانت لك كارك. خليك في كارك وتشطر فيه، انت لسه شاب بصحتك وعافيتك. اوعى تبص ورا، بص لقدامك على طول. وكل ما تقابلك حاجة لازم تحسب حسبتها تمام قبل ما تخطي خطوة واحدة. كيس تاخد لك قدر وتقع مش مهم، المهم انك ما تستسلمش وتنام، لازم تقوم على طول. وخدها مني نصيحة، حطها حلقة في ودانك، اوعى في مرة من المرات تيجي على الغلبان، وإلا ربك مش هيبارك لك ابدا. عقبال ما نفرح بيك على البيت فاطمه. بس بقولك ايه يا عم، اوعى تقل عقلك وتبعزق فلوسك على الفرح. لم نفسك وما تبقاش زي بقيه المجانين. الفلوس اللي تصرفها انت اولى بيها. انا ما كنتش هتعلم اللي اتعلمته ده من حد غيرك. المهم لازم تحطها في دماغك، اللي عايز يتعلم لازم يدفع الثمن، واللي ما انتش قادر تبص لوشه النهارده بكره تحتاج قفاه. خدها مني نصيحة، طول ما انت في السوق خلي الكل اصحابك. يا سلام، كلامك حكم يا حاج، خش في النافوخ على طول.